السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية قسنطينة، بالضبط بمدينة قسنطينة، لنقف على الأشغال نتاع التليفيريك نتاع مدينة قسنطينة واللي تم إعادته بالكامل، يعني من ناحية الهياكل نتاع الهندسة المدنية، المحطات يعني وال كل أجهزة، حتى الأجهزة تم توسعتها ووضع يعني عربات أوسع من مكان عليه يعني التليفيريك القديم. إذن الأشغال نتاع الهندسة المدنية انتهت، والآن بقت عمليات تاع وضع الكوابل ومرحلة التل، يعني في انتظار مرحلة التجارب في بداية السنة المقبلة 2024. إذن خليكم تابعوا هذا الفيديو حول المواضيع، والسلام عليكم. لما له من أهمية بالغة في التخفيف من الضغط المروري وتسهيل تنقلات المواطنين، المصعد الهوائي تليفيريك قسنطينة أشغال إعادة بعثه تسير بوتيرة متسارعة، وهذا من خلال إعادة تهيئة المواقف وكذا الربط بالأسلاك، ليتم الانطلاق في مرحلة تحديد مسار العربات ومباشرة الأشغال الإلكتروميكانيكية وفقا للمعايير التقنية العصرية والتي يعمل على إنجازها فريق جزائري متخصص. اسمح ما مرات لكابين لي باساج دي كابين، رانا بدينا في لامونتيس ورانا كملناها اكتوالمون، وبدينا في المونتاج تاع لابانس سور لي كابين، بان لونطاميو لي ترافو في لونتاج ستاسيون، بان نديرو لي غاباري بان نخلي ستادير لي ستاسيون كامل يكونوا فينين. وبروشانمون عندنا ان شاء الله لا فازا بليز امبورتونت سي لا ديبوز ولا لو ديرو تاع لو كابل بورتور تراكتور. هذا الكابل هو الواصل بين المحطه الاولى والمحطه الاخيره، ديامتر تاعو 52 مليمتر، تسمى كابل تري ريزيستون سبيسيفيك لو دومين دي رومونتي ميكانيك، عندو دي كونترول اندارو ريغلمونتير وين يترابط يتكونترولا فيزيوالمون و بلي بريز دو كوت، وعندنا كل عام نديرو له سكون ابل سي ان دي كونترول نون ديستركتيف بار مانيتوسكوبي. الالتزام بالمدة المحددة لتسليم المشروع مكن من التقدم السريع في الأشغال، والتي شملت أيضا تحديث عربات التلفريك، الأمر الذي بعث ارتياحا كبيرا لدى المواطنين. الخدمة تعودات تقدم عليها شي تقدمة تاهم قريب يكملوا له بربي إن شاء الله. ماذا بيا في أقرب وقت تحل، نقص السيركيلاسيون نقص قدام حاجة، عدلوها على الكيف، حتى من لي كابين زادوا بدلوهم. أنا في 80% فيما يخص جيني سيفيل. الشركة تقدم السق مزي انتهى من هذا الشغال قبل نهاية السنة الجاية إن شاء الله، ونقدر نقول فان جانفي في فيديو إن شاء الله، لو بعد ندخلوا في بارتي سيستم بعد التجارب هذه تبدا يكون عندها مدة تاعها اونتر الشهر حتى شهر ونص. المشروع سيعزز حتما من شبكة النقل بقسنطينة بإرساء ديناميكية وحركية نوعية، إذ سيسمح بتنقل ما يفوق 2400 مسافر يوميا.